كيف أعرف ما الشيء الذي سأضعه بداخلها؟ أنا أعرف الآن لديك أسئلة كثيرة. كيف أضع مثلا، أنت الآن أنشأت صفحة البيج، طب أين عنوان الصفحة؟ أين محتوى الصفحة؟ لنقوم بذلك. فإذا بكل بساطة، هنا محتوى الصفحة، لنذهب لتحرير الموقع، لنقوم بإضافة الأشياء الديناميكية. كم من الوقت لدينا؟ بقي لدينا 8 دقائق فقط. فإذا لنرى، فإذا هذا سأحرر أنا البيج وسنقوم بحذف هذا. الآن يمكن أن أضيف الهيدر الذي أنشأته. لما لا؟ لما لا؟ فإذا هيدر، ها هو هذا الهيدر الذي أنشأته. أيضا أريد إضافة الشيء الذي بعده، عنوان الصفحة. عنوان الصفحة اسمه العنوان، العنوان يعني بقل التعريف، جيد؟ فإذا العنوان، فإذا هذا هو التايتل، وسيكتب لك عنوان، يعني سيكتب لك العنوان، جيد؟ لا مشكلة بذلك. أنا أريد مثلا عنوان أن يكون H1، وأريد النص هنا أن يكون مثلا يعني أي شيء، لا يهم الشكل، أنا فقط أريك الفكرة. فإذا هذا هو العنوان. أريد أيضا أضيف محتوى الصفحة. فإذا محتوى الصفحة اسمه محتوى، هكذا اسمه، اسم مكون محتوى أو المحتوى، هوني أبحث عن المحتوى ربما، نعم، ظهرت قبل قليل باسم الكونتنت، اسمه كونتنت بالإنجليزية، بعض المكونات ما زالت تظهر بالإنجليزية. فيظهر شيء كهذا، فقرات، يمكنك أن تغير اللون أيضا، يعني مثلا الناس أن تغير اللون، مثلا لون الناس يكون أخضر. فإذا سنحفظ الآن، ولنرى الآن نحن بصفحة اختيارية، هل سيظهر بيج أو شيء آخر إذا قمنا بالتحديث؟ نعم، الشيء الذي أنا كتبته ظهر. فإذا لاحظوا الآن الشيء الذي حصل، أن ظهر لنا الهيدر الذي لدينا، ظهر لدينا صفحة اختبارية. طيب أنا لو ذهبت مثلا وعرضت كل الصفحات لأرى، الآن يتم تحميل المحتوى بشكل ديناميكي. فإذا ذهبت الآن لكل الصفحات واخترت مثلا صفحة جديدة 5، هكذا اسمها صفحة جديدة 5، لأن هذا موقع اختباري ولذلك تجدون فيه هذه الأشياء. لاحظوا ظهر معي الهيدر، عنوان الصفحة وهذا المحتوى. إذا أردت أن أحرر هذا، فبكل بساطة أكتب تحرير الصفحة. فإذا الآن نحن تعلمنا تحرير الموقع، نحرر النموذج كامل. تحرير الصفحة يعني نحرر فقط الأشياء المتاحة لنا في الصفحة التي هي العنوان والمحتوى. فإذا هذه الصفحة مثلا يمكن أن أكتب مثلا، أغير اسمها، أكتب أهلا، أهلا بك، لا أعرف، هنالك بطء لدي ربما لأن هنالك بث مباشر، ربما لا أعرف. إذا أهلا بك أهلا بك، ونكتب هنا المحتوى الخاص بنا، مثلا مرحبا كيف حالك، مرحبا كيف حالك، مثلا ماذا تفعل، إلى آخره، محتوى الصفحة. لاحظوا أن هنا يمكن أن أنا أستخدم المكونات، يمكن أن أستخدم مكونات ووردبريس، هنا يمكن أن أستخدمها نفسها، لكن أين ستظهر؟ ستظهر بالمحتوى. إذن بالتحديث الآن، إذن ها هي، إذن سيتم التحديث. فإذن في الوقت السابق، إذا كنت تعرف في الوقت السابق أو بقالب كلاسيكي، كنا نستخدم شيء اسمه كويري لوب، وبداخل اللوب نقوم بإضافة the title و the content، كنا نستخدم هذه الفانكشنز في PHP. الآن أصبح الشيء مختلف. إذا أردت أن أقوم بعرض المحتوى، بكل بساطة سأستخدم مكون المحتوى، أين هو؟ أنا أضعته للأسف، فمرة أخرى تحرير الموقع. بكل بساطة سأستخدم مكون المحتوى، بكل بساطة سأستخدم مكون العنوان، وهذا مكون المحتوى، وهذا مكون العنوان أنا لم أنشئه، هو متاح لدي من ووردبريس بشكل أوتوماتيكي، ويمكنني أن أستخدمه بكل سهولة. فلذلك بداية يجب أن نعتاد على المكونات الافتراضية، وثم نقوم بإنشاء مكونات أخرى. هنالك كورس في القناة لإنشاء مكونات ووردبريس، لكن لا يهم الآن. الآن المهم أن نركز على موضوع المكون الافتراضي وكيف نستخدمه. فإذا مكون العنوان ومكون العنوان ومكون الكونتنت، هذه مكونات ديناميكية، في المكان الذي أضعه به ستظهر لي العنوان، ستظهر لي المحتوى. إذا أردت نسخ هذا الشيء، فمحرر الشفرة البرمجية، والآن سأقوم بالذهاب إلى السينجل، عفوا بالبيج، عفوا بالبيج، إذا بين بيج، وإذا الآن
سأقوم بحذف هذا وإضافة الشيء الذي أضفته في الموقع. الآن خروج من هذا، طبعا لاحظوا أعزائي هنالك اسم مكون بوست تايتل الذي هو ذا تايتل أو العنوان، ولدينا محتوى اسمه بوست كونتنت. جيد، فالآن هذا الشيء لاحظوا سأقوم بمسح التخصيصات حتى يأخذ التغييرات فقط من الملف، وحفظ وحفظ وانتهينا. جيد.